من مدينة سخنين تنضم إلينا مراسلة الغد إيمان جبر. إيمان، يعني أبرز تفاصيل هذه الفعاليات. نعم، هذه الفعالية تقام كل عام منذ 22 عاما، منذ ما يسمى هنا بالداخل الفلسطيني هبة أكتوبر، في إشارة إلى ما حدث داخل الخط الأخضر مع الفلسطينيين هنا قبيل بداية اندلاع الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى. طبعا فقط على عجالة أذكر، بعد اندلاع الانتفاضة انتفض أيضا الفلسطينيون هنا داخل الخط الأخضر نصرة للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، خاصة مع بداية سقوط هؤلاء الشهداء. وفي هذه الهبة التي استمرت أياما سقط 13 شهيدا برصاص الشرطة الإسرائيلية، استخدمت خلال هذه المواجهات أيضا القناصة الإسرائيليون. وفي كل عام منذ ذلك العام تقام هذه الفعاليات، هذه المرة أيضا بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية بالداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر، شارك فيها بالطبع كل الشخصيات السياسية من الأحزاب الفلسطينية هنا بالداخل. وكانت هنالك منذ الصباح الباكر زيارة لأضرحة شهداء هبة أكتوبر، نتحدث عن 13 شهيدا. بدأت هذه الجولة في مدن وقرى المثلث بالداخل الفلسطيني، من هناك توجهت نحو الناصرة وضواحيها وقرها المجاورة، ومن هناك إلى سخنين. نحن هنا نقف في مقبرة الشهداء في سخنين، وهنا أيضا وصل الناس وأيضا أهالي الشهداء تواجدوا هنا لقراءة الفاتحة على أضرحة الشهداء. الآن يعني كل الجماهير المشاركة في هذا النشاط توجهت من هنا مشيا في هذه المسيرة إلى مدينة عرابة المجاورة إلى هنا. هناك سيقام الاحتفال أو المهرجان زي بالتأكيد ستتخلله خطابات للسياسيين وربما أيضا أناشيد وطنية، وقد يكون أيضا بالإضافة للحديث عن ذكرى هبة أكتوبر سيكون هنالك أحاديث سياسية لا شك، أيضا وضع قضية العنف المستشري في المجتمع العربي هنا بالداخل داخل الخط الأخضر، وضعها على رأس الأولويات والأجندة وربطها أيضا بالقضية السياسية، بمعنى أن الفلسطينيين هنا داخل الخط الأخضر لا يعانون فقط من عنف الشرطة، بل يعانون من العنف المجتمعي المرتبط ارتباطا مباشرا بالسياسات الإسرائيلية التي يعني تتميز بالإفلات من العقاب، بعدم جمع السلاح غير المرخص، بتفشي الإجرام دون رادع داخل البلدات العربية هنا الفلسطينية داخل الخط الأخضر. أيضا بالتأكيد سيتم الحديث أيضا عن سياسة الإفلات من العقاب، وهي تميز كل القضايا التي قتلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين هنا أيضا بالداخل، ليس فقط في مناطق السلطة الفلسطينية المناطق المحتلة، ولكن أيضا هنا يعني في هبة أكتوبر عام 2000 كان هنالك كما قلت 13 شهيدا، ولكن لم يقدم أي ملف ضد أي شرطي، لم يتم التحقيق معهم، فقط تم سماع شهاداتهم فيما يسمى بلجنة أور، وهي لجنة تحقيق رسمية أقيمت خصيصا لهذا الحدث، ولكن هذه اللجنة في النهاية لم تحاسب أحدا وخلصت إلى بعض التوصيات تحدثت فيها عن علاقة المؤسسة الإسرائيلية بالفلسطينيين هنا بالداخل، ولكن أيضا لم يحاسب أحد. فقط يعني لو نظرنا أيضا إلى العام الماضي، ما سمي هبة أيار أو هبة الكرامة في أيار عام 21 التي اندلعت بعد كل هذه المواجهات التي كانت في القدس وبداية أيضا العدوان الإسرائيلي على غزة، أيضا قتل موسى حسونة من اللد برصاص مستوطنين، لم يحاسب أحد بل طويت صفحته وأغلق الملف ضد الجنات. وأيضا محمد كيوان من مدينة أم الفحم في إحدى المظاهرات كان قد قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، ويعني تم إغلاق هذا الملف دون محاسبة أحد، رغم أن تفاصيل القضية كانت معروفة و
وموجودة يعني في وسائل الإعلام، ولكن دائما ما تفلت المؤسسة الإسرائيلية وممثليها في قيادة وأجهزة الشرطة من العقاب حين يكون الشهيد أو القتيل فلسطينيا. من جهة أخرى يعني على صعيد الرواية السياسية أو على الصعيد العام للفلسطينيين هنا بالداخل، لا شك بأن هبة أكتوبر هي منعطف آخر إضافة إلى يوم الأرض الذي كان عام 76، وهبة أكتوبر عام 2000 تشكل انعطافة أخرى في علاقة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مع المؤسسة السياسية الإسرائيلية التي كلما ازداد قمعها من حيث لا تدري أو من حيث تدري أو لا تدري تزداد علاقة الفلسطينيين هنا بهويتهم رغم كل محاولات الأسرلة وسلخهم عن الهوية الوطنية وعن الشعب الفلسطيني، ولكن ما يحدث هو العكس، هو التمسك أكثر في هذه الهوية الفلسطينية والانسلاخ أكثر فأكثر عن المجتمع الإسرائيلي وعن المؤسسة الإسرائيلية التي باتت يعني الآن الهوة كبيرة جدا ما بين هذه المؤسسة العنصرية وما بين مواطنيها العرب الفلسطينيين.